السلام عليكم ورحمة الله. طبعا صرنا بالدرس 47، عند المسألة رقم 22 صفحة 71. لدينا نقطة بهذا الشكل ولدينا مستوي معادلته بهذا الشكل. عم يقول لي اكتب معادلة الكرة التي مركزها النقطة A وتمس المستوي B. طبعا لكتابة معادلة الكرة يلزمنا نصف القطر والمركز. المركز هو النقطة A. نصف القطر طبعا إن المستوي المماس بي يعامد نصف القطر في نقطة التماس، يعامد آر في نقطة التماس، معناته إن آر يمثل بعد النقطة آ عن المستوي، بعد النقطة آ عن المستوي بي. إذا آر منطبق هون دستور بعد نقطة عن مستوي. نضرب الآ ضرب 2، 1 ضرب 2 2، 2 ضرب ناقص 2 ناقص 4، 3 ضرب 2 زائد 6 زائد دي. هلا هون الدي بدنا ننقلها على الطرف الأول حتى يصير اسمها دي، فالدي هون ناقص 5 وليس 5، على جذر أ مربع زائد ب مربع زائد س مربع. 2 ناقص 4 ناقص 2 4، 4 ناقص 5 ناقص 1، قيمتها المطلقة 1 على جذر 14. إذا معادلة الكرة هي x ناقص x صفر يلي هي 2 للتربيع، y ناقص y صفر إذا زائد 2 للتربيع، z ناقص z صفر يلي هي 2 للتربيع يساوي r تربيع يلي هي 1 على جذر 14 للتربيع يلي هي 1 على 14. الآن المسألة رقم 23 صفحة 71. لدينا نقطتين بهذا الشكل، النقطة A إحداثياتها 2 1 2، والنقطة B إحداثياتها ناقص 2 0 2. الطلب الأول عم يقول لي أعطي مجموعة معادلة للمجموعة إبسيلون المكونة من النقاط M اللي هي X Y Z. طبعا لما بيعطيني نقطة بهالشكل معناتها هي نقطة متحركة بالفراغ. إن إحداثيات النقطة المتحركة M تحقق العلاقة M A ضرب M B يساوي الصفر. ما طبيعة إبسيلون الطلب الثاني؟ الآن إذا النقطة M تتحرك بالفراغ على أن تحقق هذا الشرط، أين ستتحرك النقطة M؟ ما هو المنحني أو المجسم الذي ستتحرك عليه النقطة M؟ ننطلق من الشرط المعطى. أولا حأكتب مركبات كل من هذين الشعاعين، إن MA يساوي 2 ناقص X 1 ناقص Y 2 ناقص زد، النهاية ناقص البداية. و ام بي هو عبارة عن بي ناقص 2 ناقص اكس 0 ناقص واي و 2 ناقص زد. هلا بدي اضرب هدول الشعاعين جداء، شو بيساوي؟ الصفر. اذا ام آ ضرب ام بي يساوي 2 ناقص x ضرب ناقص 2 ناقص x زائد 1 ناقص y ضرب ناقص y زائد 2 ناقص z ضرب 2 ناقص z. هون لو طالعنا 2 ناقص من هون عامل مشترك هتصير 2 ناقص x ضرب 2 زائد x، هون عشان سهولة النشر، زائد هي بتصير ناقص واي بواحد ناقص واي. هلا هي متطابقة 2 ناقص زد للتربيع، هذا الحكي شو بيساوي؟ الصفر. هلا هي ناقص هي مطابقة، فرق مربعي حدين، مربع الأول ناقص مربع الثاني. هون بننشر ناقص واي زائد واي تربيع، كمان بننشر هي المتطابقة، مربع الأول ناقص ضعفي
الأول بالثاني زائد مربع الثاني يساوي الصفر. هلا هون ناقص 4 زائد إكس تربيع ناقص واي زائد واي تربيع زائد 4 ناقص 4 زد زائد زد تربيع يساوي الصفر. هنرتب المعادلة، إكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع ناقص واي ناقص 4 زد. هلا الثوابت ناقص 4 وزائد 4 بيروحوا، بضل عندي يساوي الصفر. نقوم الآن بالإتمام إلى مربع كامل لمعرفة طبيعة المجموعة. إكس تربيع طبعا هون متممة لمربع كامل لأنه ما عندي إكس، واي تربيع محط جنب رفيقتها، رفيقتها هي ناقص واي، نضيف ونطرح مربع نصف أمثال الواي، أمثال الواي واحد، نصها نص، مربع النص هو ربع ناقص ربع، زائد زد تربيع ناقص 4 زد، 4 نصها 2، نضيف إذا ونطرح 4 يساوي الصفر. الآن إكس تربيع زائد، هلأ هدول الحدود هن عبارة عن متطابقة من الشكل واي ناقص نصف، وهدول الحدود عبارة عن متطابقة من الشكل زد ناقص 2 للتربيع. بضل عندي الثوابت، حنقلهم على الطرف الثاني، حيصيروا 4 زائد ربع. إذا إكس تربيع زائد واي ناقص نصف للتربيع زائد زد ناقص نصف للتربيع يساوي 17 بعد توحيد المقامات على 4. وهذه معادلة كرة مركزها 0 نصف 2، ونصف قطرها r هو جذر 17 على 2.